الرائعة المحبة التي أمرتمونا بها هنا في هذا الدفء الذي أحسسنا به. أريد أن أقول أنني ناطرة وأنا أطيل على جبال المنزل، أحسست أنني في فلسطين التي هي مصر. رأيت أشجار الزيتون، فتذكرت أشجار الزيتون في قريتي الصغيرة في فلسطين، قرية صرقة. كأنني أرى هذه القرية التي غادرتها من زمن بعيد، وقبل 40 عاما انتقلت من فلسطين إلى الأردن للدراسة. كان ذلك بعد الاحتلال بعامين في عام 69. وبعد ذلك بأشهر كتبت قصيدة مالي ومالي الحداثة، سأقول شيئا عن صرفة قبل 40 عاما. جدار القهر، وهذا الجدار قبل الجدار الذي بنته إسرائيل، فهنا كأنني أتنبأ به. جدار القهر يحجب عنك أغنية ترددها العيون الراسخات بقيده الملعون، وفي صدري يرفرف طائر مسجون، تحدثه عروس البحر عن صفقات صدرك، همس حقولك الخضراء والطرق الترابية، وعن قبل المواعيد الغرامية، وكيف تبددت في الريح أحلاما سرابية تعيد على مسامعه حكاية كائن مهووس أتى من آخر الدنيا ويزعم أنه الآتي على وعد السماء وأنه المختار، وباسم الوعد يفترس التراث، يصادر التاريخ، يغتال الصنابل والقصائد، يحرق الموال والرمان والدحنون والليمون والزيتون والزعتر. وكل قصائدي حمراء مذبوحة، ضحية خنجر التشريد والماء الملوث والرغيف الصلب والأسمال والخيمة، وكل قصائدي أشلاء نفتة قلبي المحزون، المحزون تعانق ليلة الجبار في برد الشتاء وموسم